أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ذكرى الحقيقة العدوان 5 نوفمبر 1956، ذكرى العدوان الثلاثي على مصر بعد ما احتلت فرنسا وإنجلترا وإسرائيل مدينة بورسعيد وبور فؤاد، بعد ما أعلنت الدول الثلاثة دول فرنسا إنجلترا وإسرائيل الحرب على مصر. في الوقت ده كانت منشطات الجرائد كده، دي منشطات الجرائد: بعد أن هزمت مصر قوات إسرائيل، بريطانيا وفرنسا تقرران الهجوم على مصر، انذار إلى مصر ينتهي الساعة 6 الصباح الكذا، واحتلال بورسعيد والإسماعيلية والسويس والعريش والحاجات دي. بعدها وفي نفس اليوم وزير الدفاع السوفيتي المارشال نيكولاي بولكانين طلع تحذير للدول الثلاثة، لفرنسا وإنجلترا وإسرائيل، وقال لهم يجب أن يقف العدوان على مصر والعمليات العسكرية فورا، وإلا هندخل إحنا. بضغط أمريكي وروسي وقفت العملية، ودي كانت بداية وقف الحرب وانسحاب إسرائيل وإنجلترا وفرنسا. صحيح العدوان الثلاثي انتهى بانتصار سياسي كبير، أو زي ما قالوا كده هزيمة عسكرية، ولكن نصر سياسي لمصر ولعبد الناصر، وزادت شعبية عبد الناصر في العالم العربي، وده اللي احنا بندرسه في كتب التاريخ. لكن اللي ما حدش بيكلمك عنه ويقول لك ان الحرب دي كانت هزيمة عسكرية ساحقة في يعني جدا، تعرف ان في الحرب دي تقريبا مصر خسرت او فقدت من ابنائها 1650 جندي و1000 مدني. تعرف ان مصر اتأثر منها 5500 شخص، اجمعهم بقى على بعض 1650 شهيد، 1000 مدني، 5500 أسير. اجمع الأرواح دي على بعضها كده، ده بالإضافة لتدمير معدات تمنها حوالي 50 مليون دولار. في المقابل إسرائيل خسرت 175 جندي، وآدي الخبر أهو الخسائر بتاعة الناس. الجزيرة: الخسائر البشرية جراء العدوان الثلاثي ليست هنالك إحصائية موثقة عن الخسائر في الأرواح لدى الجانب المصري أو القوات الغازية، لكن مصادر صحفية أشارت إلى أن خسائر الجيش البريطاني بلغت 22 قتيل و97 جريح، وفي الجانب الفرنسي 10 قتلى و33 جريح، ومن الإسرائيليين 172 قتيل و817 جريح. وقد أسفر العدوان عن استشهاد أكثر من 1000 مدني مصري، فيما استشهد أكثر من 1650 عسكري، وتم أسر 5500 أسير مصري. لكن الأهم من الخسائر في الأرواح والمعدات كانت الخسارة في السيادة. العدوان الثلاثي على مصر قدر يحقق واحدة من أهم أهدافه، بانتقاص السيادة المصرية عن سيناء. وارتبط الانسحاب المصري أو الإسرائيلي من هناك بدخول حاجة اسمها القوات الدولية، قوات طوارئ دولية، مكانها يعني الحقيقة كانت أول سابقة في تاريخ مصر. وبدأت القوات دي تسمح بعبور المراكب الإسرائيلية لأول مرة من خليج العقبة، وده كان أهم مكسب إسرائيل عايزاه في الحرب مباشرة. شوف الصور دي مع بعض كده، انسحب ورحيل فلول القوات البريطانية والفرنسية في حماية قوات الطوارئ. تم الانسحاب من غزة وشرم الشيخ، وحدات من قوات الطوارئ تدخل غزة ورفح لتسليم الإدارة المدنية خلال 24 ساعة. بالمناسبة يا حضرات، مصر فقدت في الحرب دي بلد مهم قوي على البحر المتوسط على طول البحر، البلد دي اسمها أم رشراش، بقت دلوقتي ومن 56 اسمها إيلات، وراحت إيلات أو أم رشراش للأبد محدش بيتكلم عنها. خلينا نشوف بقى قوات الطوارئ الدولية اللي دخلت سيناء مع انسحاب القوات الأجنبية. دي كانت قوات الطوارئ الدولية اللي دخلت سيناء لأول مرة، أهي بقت في قوات دولية داخلة وتتحكم في الجزء ده، وإسرائيل بقت تعدي عادي جدا من خليج العقبة، رايحة بقى آسيا، راجعة من أوروبا. تخيل يا مؤمن إن سيناء فضلت خالية من الجيش المصري تقريبا 11 سنة. تخيل يا مؤمن إن المراكب الإسرائيلية فضلت تعدي من خليج العقبة والمياه الإقليمية المصرية. تخيل إن المصريين ما عرفوش معلومة واحدة، أو ما عرفوش المعلومة دي غير في مايو 1967. ليه مايو؟ لما قرر الرئيس عبد الناصر انه يمنع عبور المراكب الاسرائيليه في خليج العقبه، وانه يرجع القوات المصريه لسيناء
والجزيرتي تيران وصنافير بعد 11 سنة تقريبا. اسمع، خليج العقبة هو أرض مصرية، الخليج كله عرضه أقل من 3 ميل، موجود بين ساحل سيناء وجزيرة تيران. جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصرية. إذا قلنا إن المياه الإقليمية 3 أميال فهي مياه إقليمية مصرية، إذا قلنا إنها 6 أميال فهي مياه إقليمية مصرية، إذا قلنا إنها 12 ميل فهي مياه إقليمية مصرية. والممر اللي بتمر فيه البواخر بيمر على أقل، على مسافة أقل من ميل من السواحل المصرية في سيناء. وعلى هذا الأساس فنحن لم نسمح في الماضي قبل 56 للسفن الإسرائيلية أنها تستخدم مضيق تيران، ولم نسمح لها أبدا أنها تستخدم خليج العقبة، وكنا بنفتش كل المراكب اللي بتعدي هذا المضيق، وكنا فتحين نقطة جمرك. المراكب الأمريكاني فتشناها، والمراكب الإنجليزي فتشناها، والمراكب الفرنساوي فتشناها. كل هذا الكلام استمر حتى سنة 56. في سنة 56 حصلت حرب السويس، وصدر أمر يوم 31 أكتوبر بإخلاء سيناء والانسحاب بسيناء لمواجهة العدوان البريطاني الفرنسي. وعلى هذا الأساس سحبنا قواتنا كلها من سيناء، ورجعت قواتنا في الأسبوع الماضي رجعت. هل إذا عدنا نترك حقنا لا نبشره؟ نترك مياهنا الإقليمية لا نباشر سيادتنا عليها؟ احنا عدنا حقنا سنباشره، مياهنا الإقليمية سنباشر حقوقنا في نفس الشهر. يعني عبد الناصر بيقول في الفيديو ده انه لحد 56 كانت سيطرتنا على تيران وصنافير وخليج الدنيا كانت تمام. بعد 56 انسحبنا لورا خالص وسيبنا ده القوات الطوارئ الدولية، وبقت المراكب الإسرائيلية تعدي عادي جدا. وبيقول احنا رجعناهم، ده الكلام ده كان في مايو 67. في نفس الشهر أخذ عبد الناصر قرار بطرد قوات الطوارئ الدولية باعتبار ان وجودها بينتقص من السيادة المصرية، وده كان بمثابة إعلان مباشر للحرب. نشوف كده القوات الدولية. منذ حرب السويس عام 56 وقوات الأمم المتحدة تؤمن منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل، طلب عبد الناصر من القوات الدولية الرحيل، واتجهت أنظار العالم إلى ميناء صغير على حافة شبه جزيرة سيناء، هو ميناء شرم الشيخ. إغلاق مضيق تيران كان بمثابة إعلان الحرب، لأن هذا المضيق يتحكم بالممر التجاري الوحيد لإسرائيل إلى النصف الشرقي من العالم. أهلا وسهلا، إحنا مستعدين للحرب، قواتنا المسلحة. خليج العقبة يمثل المياه الإقليمية بتاعتنا المصرية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إن إحنا نسمح للعلم الإسرائيلي أن يمر في خليج العقبة. بيهددوا بالحرب اليهود، بنقول لهم أهلا وسهلا، إحنا مستعدين للحرب، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن حق من حقوق هذه المياه. هي مياه يعني من 56 لحد مايو 67 كانت الدنيا سداح مداح، ومصر ما كانش ليها أي سيادة لا على سيناء ولا على خليج العقبة وجزيرتي تيران وصنافير. احسب انت كم سنة بقى. ده باعتراف عبد الناصر. نفس السيناريو اتكرر بعد حرب 73 وانتصار مصر العسكري، اللي كان شرط من شروط الانسحاب الإسرائيلي الكامل ان القوات الدولية ترجع مرة تانية، وده اللي تم اتفاق عليه. لكن الحقيقة هو في اتفاقيتين، اتفاقية فض الاشتباك الاولى، والاتفاقية التانية اللي هي كانت سنة 1975 اتفاقية فض الاشتباك، ودي ما كانتش اتفاقية، دي كانت إهانة لمصر، لأنه الاتفاقية دي بمقتضاها ممنوع الدخول في عمل عسكري. وطبعا تم بقى بعد كده اتفاقية كامب ديفيد عشان ترجع سيناء، لكن بشروط إنها تتقسم لمناطق ألف وب وجيم، وكل منطقة يتحدد فيها عدد الجيش المصري أو لا. يعني تقدر تقول كده سيناء رجعت لكن بدون سيادة مطلقة. وبمقتضى الاتفاقية دي بقت سيناء مش رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد خالص، بقت سيناء متقسمة التلات أجزاء دول، والتلات أجزاء دول مرار طافح. الغريب بقى إن القوات دي اللي الحقيقة بتنتقص من سيادة سعادتك على سيناء، المصريين هم اللي كانوا بيدفعوا تمنها أو أجرتهم من لحم الحي عشان يحتلوا جزء من أرضنا ونديهم فرض سيادة على سيناء.
زي ما هنشوف في التكلفة كده في الجراف ده. أدي مدى مصر بتقول حجم المبالغ التي تحملتها مصر وإسرائيل وأمريكا من 2000 إلى 2021. مصر دفعت 482 مليون دولار للقوات دي، وإسرائيل دفعت نفس القصة، وأمريكا دفعت نفس القصة. ده تمن بقى معاجين السنان وفرش الحلاقة والحاجات دي للجنود اللي قاعدين في القصة دي. القصة دي من البداية كده عشان لما تشوف اللي بيحصل دلوقتي على معبر رفح أو اللي بيحصل في سيناء دلوقتي من تهجير الأهالي، هتعرف إن السيسي الحقيقة وصل للمستوى الأبعد وبيكمل في الخط المرسوم له، وإنه مش أكتر من مجرد عسكري أمن مركزي معينا إسرائيل وأمريكا لحماية إسرائيل وأمن إسرائيل. الاستثناء الوحيد هو لما المصريين قرروا يختاروا لأول مرة رئيس مدني. إنما الأهم من كل ده إن القضية مش قضية معبر، القضية قضية إن إسرائيل طمعانة في سيناء كلها، وإسرائيل حاطة سيناء في دماغها عايزة تاخد سيناء بكل أشكال، مش لأن سيناء حلوة ومليانة مصايف وحاجات كده أو شواطئ، إنما لأن ده أمن إسرائيل القومي. تخيل ده مش كلامي ولا كلام الإسرائيليين، إيه رأيك إن ده كلام الرئيس المصري؟ الرئيس المصري اللي دخل معاهم في مفاوضات من 75، من اتفاقية فض الاشتباك الأولى والتانية، وبعدين اتفاقية كامب ديفيد وما يترتب عليها بقى. اسمع كده الرئيس الراحل أنور السادات وبيقول لك إن إسرائيل عايزة تاخد سيناء لأن إسرائيل لديها خطة من النيل للفرات. الحقيقة السادات هو بيمصر اللغة الإنجليزية، أما هي ده تمصير، دي مش لغة إنجليزية، ده تمصير، هو بيتكلم كويس بس يعني الراجل بيقولها بطريقة المصري، بيقول لك هم مش هيهدوا غير لما يحققوا نبوءتهم من النيل إلى الفرات. وعلى فكرة ده الرئيس السادات مش محمد ناصر ولا الإخوان ولا القصة دي ولا قناة مكملين، ده الرئيس أنور السادات اللي دخل معاهم أول مفاوضات كانت معاهم يمكن الكيلو 101 اللي دخلها الرائع عبد الغني الجمسي. مفاوضات الكيلو 101 في السويس، ثم مفاوضات فض الاشتباك الأول والتاني وكامب ديفيد ومقابلات، وقابل كل زعمائهم اليمين واليسار الصقور والحمائم. لكن في الآخر هو عارف إن إسرائيل مش عايزة تهدى إلا لما تحقق النبوءة دي من النيل إلى الفرات. ودي دعوة بقى لكل المنبطحين. على فكرة نتنياهو نفسه طلع شرح خريطة الشرق الأوسط الجديد في الأمم المتحدة من غير تواجد خالص لفلسطين، وفيها إشارة لإطماع إسرائيل. الحقيقة هات لي صورة نتنياهو الله يخليك كده. نتنياهو ده شخص غريب جدا. كنا زمان بنتفاوض على الأرض مقابل السلام. لما جت حكومة نتنياهو تقريبا في 97 حصل ما بين مصر بعد ما كان مبارك بينه وبين إسرائيل ما يسمى بالسلام البارد، اتقلب السلام البارد ده للحرب الباردة، لأن نتنياهو ده الحقيقة رفع شعار غريب جدا، مش الأرض مقابل السلام، لا، السلام مقابل السلام. عشان كده أنا بستغرب من الحكام العرب والمسلمين دلوقتي اللي متفاجئين بنتنياهو. مبارك نفسه كفر منه، لأن نتنياهو رفع شعار اسمه السلام مقابل السلام. يعني إيه؟ ما تفهمش.